السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سافر المسافر بعد دخول الوقت الصلاة وهو في البلد، دخل وقت ثم سافر، هل يقصر الإثم؟ نعم، إذا سافر الإنسان بعد دخول الوقت وصلى في مسيره فإنه يقصر الصلاة، كما أنه لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلده فإنه يتم الصلاة، لأن العبرة بارك الله فيك، العبرة بفعل الصلاة لا بوقتها، فمتى فعل الصلاة في السفر قصرها، ومتى فعلها في الحضر أتمها.